كشف تقرير رسمي صادر عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كشف ارتفاع نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 7% منذ مطلع عام 2017، حيث شهد سوق العمل دخول أكثر من 120 ألف سعودي وسعودية، قابلها خروج ما يزيد عن نصف مليون وافد من سوق العمل، وذلك نتيجة توطين عدة قطاعات كأسواق الذهب والمراكز التجارية والجوالات ودعم مبادرة نقل المرأة العاملة والحضانات للأطفال وغيرها. معنا عبر الهاتف من الرياض أحمد العمران، مساعد محافظ التأمينات الاجتماعية لتقنية المعلومات. أستاذ أحمد، مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة. ما هي الظروف والأسباب برأيك التي أدت إلى خروج أكثر من نصف مليون تقريبا وافد من السوق السعودي مقابل دخول قرابة 120 ألف سعودي في القطاع الخاص؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله أخي عمر وحي السادة المشاهدين. بالحقيقة يعني لا يمكن عزو أسباب خروج العمالة الأجنبية ودخول العمالة السعودية لسوق العمل في القطاع الخاص لسبب واحد أو اثنين أو ثلاثة، ويمكن حتى أنا ما عندي الإجابة قطعية على الموضوع هذا، لكن أتوقع عدة أسباب. ومن خلال ملاحظة الأرقام نلاحظ أنه في علاقة تناسب كبيرة جدا بين خروج الأجانب ودخول السعوديين، فأنا أعتقد أن السبب الرئيسي هو عملية إحلال للسعوديين مكان الأجانب في الوظائف. تعرف فيه كثير من الأجانب كانوا يعملون بالتستر، يعملون لحساب أنفسهم، ومع البرامج والمبادرات اللي أطلقتها الدولة بشكل عام وزارة العمل بشكل خاص، ضمنها حملة وطن بلا مخالف، وأيضا مبادرات وزارة العمل اللي أطلقت تقريبا في نهاية شهر أغسطس اللي أنت ذكرت بعضا منها، مثل تعديل نسب النفقات وحملة تصحيح الأنشطة وبرامج التوطين في المناطق وتنظيم العمل عن بعد والعمل الحر وقرة ووصول وغيرها، أدت إلى يعني دخول عدد كبير من السعوديين وأخذوا محل الأجانب اللي خرجوا في نفس هذه الفترة. نعم، بس أستاذ أحمد، يعني برامج وزارة العمل موجودة في السابق ولم يرتفع الرقم اللي يصل إلى هذا الحد، هل تعتقد بأن رسوم العمالة أو الرسوم التي فرضت على العمالة كان عاملا مساعدا كذلك لخروج الأجنبي من السعودية وإحلال السعودي نيابة عنه؟ البرامج كانت موجودة لكن ما كانت بالكثافة هذه. زي ما قلت لك في أغسطس أطلقت 7 برامج فقط، وأنا الأرقام أمامي الآن. في أغسطس مثلا كان زيادة عدد السعوديين 4700، في سبتمبر زادوا 27 ألف، في أكتوبر كان البيك 47 ألف، فهذا يعني مؤشر واضح لأنه تأثير هذه المبادرات. خروج الأجانب، خليني أعطيك خروج الأجانب، في سبتمبر خرج 8 ألاف، في أكتوبر خرج 63 ألف، وهكذا يعني زيادة كانت بعد هذه المبادرات. الرسوم أنا ما أقدر أقول أن الرسوم كانت سبب أو لا، لكن ما أعتقد، تعرف من فترة كان في زيادة في الرسوم لكن ما أدت إلى الخروج بالشكل. تعرف لو زادت تكلفة العامل هو راح يزود على راتبه ولا أجره ولا على السلعة اللي بيعها، يعني في النهاية زيادة الرسوم تنعكس يدفعها المواطن ما يدفعها العامل غالبا. طيب أستاذ أحمد، إيش القطاعات في دقيقة واحدة إذا سمحت لي وعذرا عن المقاطعة، إيش القطاعات الأكثر إقبالا من قبل السعوديين من خلال رصدكم وملاحظاتكم؟ وكذلك هل لاحظتم فرق في رواتب السعوديين عن الوافدين؟ القطاعات يعني أكثر قطاعين موظفة قطاع التجارة، ويليه قطاع التشييد والبناء، ويليه قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية الأخرى، يدخل من ضمنها قطاعات التعليم والمدارس الأهلية وغيرها. فهذه هي أكبر القطاعات اللي كانت يعني وظفت، ويمكن زي ما أنتم شفتوا مبادرات كانت موجهة للتجارة أكثر. الرواتب فرقت طيب سريعا؟ الرواتب ما يعني أكيد رواتب السعوديين أعلى من رواتب الأجانب. طيب شكرا جزيلا لأحمد العمران، مساعد محافظ التأمينات الاجتماعية لتقنية المعلومات، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا لك.